من أين تقص المرأة رأسها بعد فك الإحرام؟ أهو من طرف الظفيرة أم من مقدمة الرأس؟ جزاكم الله خيرا. تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة لحج أو عمرة من أطراف الشعر، من أطراف الضفائر إن كانت قد ضفرت يعني جدلت، أو من أطراف إذا لم تجدل، من كل ناحية.